علمنا من مصادر مطلعة أن الشابة كانت مدعوة إلى أحد الأعراس بضواحي قصبة تادلا، ألمت بها وعكة صحية مفاجئة وتوفيت على الفور وسط صدمة جميع الحاضرين. وتضيف ذات المصادر أن السلطات والأمن حلوا بعين المكان وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، ومن المنتظر إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بكشف سبب الوفاة الحقيقي. إنا لله وإنا إليه راجعون.